دائما كده لي آرائي الخاصة، وبالعكس أنا ما عندي مشكلة. أنا ما أشوف إحنا حرصنا على المناصب وميتين على المناصب وفي اتحاد. أنا يهمني عندي منتخب قوي. اليوم لما كان جوزيف بلاتر سويسريا ما شفنا سويسرا حققت كأس العالم ولا شيء. أنا أديني منتخب قوي، أنا حتى التصنيفات ما تهمني 89 110 أنا أبغى منتخب قوي. البرازيل في يوم من الأيام جابت الثاني بكأس العالم، وكانت الثاني بعد المانيا. لكن الثاني ما نفعها، ما اقدر اقنع الشعب البرازيلي اقول له والله انت بالتصنيف المركز الثاني. انا ابغى لما جبنا 84 كاس اسيا، وبعد 94 تاهلنا لكاس العالم 4-5 مرات، ما كنا ممتاز. انا يهمني الانجازات، المناصب هذه احيانا حتى لما يكون في تصويت. طيب انا باخذ هذا كسؤال بس كلمه واحده، كلمه. لما يكون في، حتى سامي الجابر ظن في فتره اخيره لما يكون في تصويت على ارض محايده وكذا، اللي يكون من نفس البلد اللي هي طرف في القضيه يستبعد من التصويت. ترى ليس طيب. الدويل الصغيره اللي تخابرينها عندهم 50 منصب. طيب. ما نفعهم ولا تاهلوا كاس العالم. طيب ايش رايك انت في هذا الحديث؟ احنا كنا دوله.